أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الناس، تنتخب البداية من موجز لأهم الأخبار الخاصة بالانتخابات. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصول طباعة أوراق الاقتراع في شركة عالمية خارج البلاد إلى مراحل متقدمة من طباعتها. رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية عباس الفتلاوي في تصريح قال إن 90% من بطاقات الاقتراع البيومترية وصلت إلى البلد عقب طباعتها من قبل شركة معروفة في هذا المجال، مشيرا إلى أنها ستصل إلى العراق عبر 4 مطارات. إلى ذلك، دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المواطنين لمراجعة مراكزها لاستلام بطاقات الناخب البيومترية لهم ولذويهم بالإنابة. مفوضية الانتخابات توقعت أن تكون هناك نسب إقبال كبيرة على المشاركة في الانتخابات بعد الإقبال الواسع للمواطنين في عمليات التحديث والتسجيل. هذا ويستعد العراق لإجراء الانتخابات المحلية الخاصة بمجالس المحافظات المقررة يوم 18 من الشهر المقبل. كما ووصفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العملية الانتخابية القادمة بأنها مختلفة عن سابقاتها. رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العامة للانتخابات عماد جميل قال إن المفوضية مستمرة بعملها من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المعلن والمحدد ولا نية لتأجيلها. وفي ذات السياق، تستمر القوات الأمنية في مطاردة المتهمين بتمزيق الدعاية الانتخابية في بغداد والمحافظات. وبهذا الصدد، أعلنت قيادة العمليات المشتركة مواصلة إجراءاتها الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات، وأضافت العمليات أنه تم إعداد كاميرات ذكية جدا تسجل صورة وصوت لكل حالة ممكن أن تحدث داخل المركز الانتخابي. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، ونرحب بضيوفنا داخل الاستوديو، كل من المرشح عن قائمة ابشر يا عراق السيدة كريمة حسين التميمي، حياكم الله. وأيضاً أرحب بالمرشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون السيد بشار جمعة العقابي. ونرحب أيضا بالمرشح عن قائمة تحالف نمنيا السيد رشيد الدلفي. أحييكم جميعا ضيوفي في هذه الحلقة، وأبدأ من السيدة كريمة فيما يتعلق بركائز برنامجكم الانتخابي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا أنا أشكركم على هذا اللقاء. أنا المرشحة كريمة حسين التميمي، تحالف أبشر يا عراق، تسلسل 12، قائمة 143. طبعا أنا أصلا ناشطة مدنية ومعلمة تربوية. رشحت خصوص المؤسسة اللي أنا أقيمها صار لي أكثر من 10 سنوات كمؤسسة منظمات مجتمع مدني اللي هي إنسانية، وأنا مسؤولة علاقات على ضوء هاي المسؤولية اللي أنا تحملتها رشحت على هذا الأساس، لأن بصراحة نطلع كشف على جميع العوائل، على جميع وقفنا على جميع الظروف اللي مرت بهاي العوائل البسيطة المتعففة اللي كان يعني بصراحة ظروفها كلش صعبة ويرثى لها. من خلال هذا الجانب احنا تمنينا ان نكون ناخذ حيز اكثر حتى نكون نمد يد العون لهم على هذا الاساس. وان شاء الله نسأل الله ان يوفقنا. اذا خلينا ننتقل لاستاذ بشار، ركائز برنامجكم الانتخابي. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقل أعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. أنا مرشح ائتلاف دولة القانون بشار جمعة العقابي. حقيقة البرنامج الانتخابي يتمحور في عدة مواضيع. يمكن الموضوع الأول وهو الجانب الصحي الذي يأخذ مأخذ كبير، خاصة ونحن نرى وعلى مسمع في كثير من أن هنالك تلكؤ كبير في مؤسساتنا الصحية في تقديم الخدمات، وهذا التلكؤ سبب الكثير من الحالات. تجد اليوم أن المؤسسات الصحية الأهلية أو المستشفيات الأهلية انبنت بعدد هائل بعد السقوط، وعدد المؤسسات الصحية الموجودة الحكومية عددها قليل جدا. هذا يتطلب منا وقفة جادة حقيقة ومثمرة لكي نسعى بكل ما نملك من جهد بإذن الله، إن وفقنا الله سبحانه وتعالى، أن نقوم بتعبئة جهودنا بالشكل الأمثل لبناء مؤسساتنا الصحية وحسب منطقة بغداد. لأن تجد اليوم أنه في منطقة بغداد لا يوجد هناك أي مؤسسة صحية تخدم الواقع الصحي، فقط المؤسسات القديمة اللي موجودة في زمن النظام السابق. هذا جانب مهم جدا. الجانب الثاني وهو جانب البيئي، هناك اليوم يعني البنية التحتية التي تراها في بغداد متهالكة أيضا، وهذا يتطلب منا أيضا أن تكون هناك لنا رؤية حقيقية تخدم الواقع البيئي في بغداد وترفع من المستوى الحياتي في المجتمع. هناك جانب آخر وهو جانب الفقر. تجد اليوم نسبة الفقر في بغداد كبيرة جدا، وهذا أيضا وضعنا كائتلاف دولة القانون وضعنا رؤية مستقبلية لهذا الموضوع، من خلال أولا أنه الدافعنا الأول هو فتح جميع المصانع الموجودة في بغداد، وخاصة المصانع التي تم إغلاقها لحد الآن. أستاذ بشار، راح يكون أن وقت طويل خلال هذه الحلقة حتى نتكلم بكل هذه الملفات، خليني أترك المنصة لضيفنا أيضا أستاذ رشيد فيما يتعلق ببرنامجكم الانتخابي. شكرا لك وشكرا لقناتك الموقرة وشكرا لمشاهديكم الكرام. المرشح رشيد عجيل الدلفي عن تجمع اقتدار وطن، تحالف نبني القانون 195، التسلسل 84. اليوم الواقع بمشاريعنا الانتخابية، الواقع فرض علينا أنه الكثير من المشاريع الانتخابية هي موجودة على أرض الواقع. ما مرينا به من خراب ودمار على أرض الواقع يحتاج إلى وقفة جادة، إلى إعادة ثقة بين السياسيين والجمهور. اليوم يتطلب منا أنه اليوم الكثير من الجوانب هي غير صحيحة، وهناك الكثير من المشاكل خصوصا في القطاع التربوي، كذلك القطاع الصحي، وكذلك النشاط الشبابي. هي وزارة الشباب والرياضة اليوم تحتاج إلى إعادة تأهيل، وكذلك الكثير من القطاعات الأخرى. إن شاء الله سيكون لنا موقف في إعادة وتأهيل وبناء هذه المجالات. إذن وبما أنه جميعكم مرشحين عن محافظة بغداد، خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. إذن بعد أن شاهدنا هذا التقرير المتعلق بمحافظة بغداد، خلينا ننتقل لفقرة الإجابة بدقيقتين عن الملفات اللي راح نطرحها الآن، وأبدأ بست كريمة فيما يتعلق بمشاريعكم بخصوص ملف البطالة. طبعا الفئة الشبابية هي تشغل حيز كلش كبير في المجتمع، وخصوصا الشباب، يعني إذا ما نقول الأغلبية اللي هم عاطلين عن العمل، أغلبيتهم اتجهوا إلى اتجاهات سيئة مع الأسف. وهناك أمور كثيرة احنا تحدثنا عنها سابقا أيضا اللي هي ما تخص الشباب، خصوصا احنا نعالج شغلة المخدرات. طبعا سوينا مؤتمر بها،
فتحنا أكثر من ورشة عمل للشباب عن طريق طبعاً المؤسسة. حاولنا إنه نمد يد العون ولو بالشيء القليل حتى ننتشل بعض الشباب من بيئة يعني غير جيدة. فتحنا أيضاً دورات للحلاقة، دورات للسياقة، تعليم السياقة، هواي أمور فتحناها بالتنسيق مع مؤسسات أخرى وكانت طبعاً تطوعية هي بالأساس. سوينا مشاريع أيضاً لبعض مو فقط الشباب كذكور وإنما إناث أيضاً. أيضاً فتحنا عدة دورات اللي هي استفادوا منها ومن خلالها تمكنوا من العمل يعني داخل البيوت. يعني نصف دقيقة فيما يتعلق بموضوع برنامجكم الانتخابي في ملف البطالة، نصف دقيقة. والله هو إن شاء الله إحنا دنحاول إذا الله مكننا ووفقنا إنه نكون أول مشروع نقوم به هو مشروع القضاء على البطالة، وخاصة إذا كانت يعني غير مكملين الدراسة أو كذا، لأن أكثرهم يعفون الدراسة بسبب الظروف الصعبة يتجهون إلى العمل الحر اللي هو ككاسب ويعوف الدراسة يتجه إلى هاي الأعمال. أيضا هذا العمل صار صعب عليهم بسبب ظروف الحياة الصعبة، فإحنا من خلال هاي المشاريع نتمنى يعني بالمستقبل إذا فتحنا مشاريع لهاي الشباب مثل ما تفضل الأخ هنا الأستاذ أنه نفتح مشاريع نفتح المصانع. يعني أذكر أنه إحنا بفقرة دقيقتين فقط لكل إجابة الانتقال إلى أستاذ بشار فيما يتعلق بخططكم بملف البطالة. إحنا يعني حقيقة من ضمن برنامجنا من أوليات البرنامج سيدتي الفاضلة، إحنا موضوع الشباب يأخذ مأخذ كبير. اليوم تجد البطالة مستشري في البلد وخاصة في بغداد. بغداد شباب تعاني، لذلك تجد اليوم أن هنالك انتشار الجرائم موجودة وكثير من المشاكل لسبب أنه هو البطالة اللي موجودة. لذلك أنا أجد أنه من أوليات عملنا أنه فتح المصانع الموجودة في بغداد وخاصة كثير من المصانع التي كانت تعمل في زمن النظام السابق والتي غلقت بعدها، هذا أدى واحدة من النقاط المهمة التي ينبغي الالتفات إليها بالشكل الصحيح، لأنه فتح هذه المصانع راح يشغل أكثر أيدي عاملة من الشباب، بذلك راح يعني نحاول أن نقضي على البطالة. اليوم البطالة تجد كثير من الموجودين يعني أولا عزوف عن الزواج لسبب مهم جدا، وهو أنه شاب يقول لك أنا إذا ما أتعين أو ما أعمل أنا ما ممكن أنه أتزوج، هاي وحدة. هنالك مشاكل اجتماعية، تجد اليوم الطلاق كثير في بغداد أو في المحافظات، ومن أحد أسبابها هو عدم وجود فرص للعمل. إذن أنا أقول في بغداد إذا تم فتح المصانع فيكون عمل المصانع حصرا لأبناء بغداد، لأن أبناء تعرف الأعداد الموجودة في بغداد من الشباب كثيرين جدا نسبة للمحافظات الباقية. فإذا كان العمل بهذا الشكل بأن يكون هنالك خطة حقيقية تخدم الواقع الاجتماعي بالمجتمع البغدادي من خلال أنه زد شبابنا في المصانع والمعامل حصرا لبغداد، صدقيني راح نقضي على الكثير من البطالة. نعم، السؤال لك أيضا أستاذ رشيد وبدقيقتين ملف البطالة. اليوم ملف البطالة تقريبا بالعراق هو نسبته 31%، وهذه النسبة اليوم هي في زيادة. السبب أنه هو اليوم عدم القيام ببناء مؤسسات أو منشآت وغيرها، لكن احنا اليوم نعول عدم فتح القطاع الخاص والقطاع المختلط اللي يوفر أكبر فرص للشباب، كذلك يقوم بتوجيه وقت ونمو اقتصادي أكبر وتوفير فرص للعاطلين وحتى أصحاب غير الشهادات اليوم يكون لهم مجال عمل في هذه القطاعات. لكن احنا عندنا تجربة شبابية، اليوم الملاعب الرياضية والمنتديات وغيرها من الأمور الأخرى لها مكانة خاصة بأنه الشباب يتوجه نحو حرف ومهن هي شبابية تخدمهم وكذلك تبعدهم عن الانحراف السلوكي اليوم اللي لاحظه بكثرة. لكن أنا على صعيد شخصي قمت بفتح معاهد تقوية لدروس استثمرت بها بعض الشباب اللي هم أعتبرهم عاطلين عن العمل، وفتحت لهم هيك الدورات تقوية الدروس، همينة طلاب الناس الفقراء استفادوا بهذا الجانب، وكذلك شغلنا أكثر من 10 إلى 11 شهادة أكاديمية في هذا المحل. هذه اليوم تقع على عاتقنا إحنا، قدامنا فرصة أنه اليوم مجالس المحافظات هذه اليوم الواقع يفرض عليها أنه تقدم شيء جديد، تقدم شيء واقعي ملموس للمجتمع حتى تعيد الثقة بين الشارع وبين السياسي اليوم.
اليوم الصيحات كثيرة، المعارضة للانتخابات، وكثير من الأمور اليوم اللي يتوجه بها الشارع لهذه القضية، ونحن اليوم بالضد أنه نعطي العكس ونوفر شيء خدمي وواقع للمجتمع حتى تتغير هذه النظرة، وبالتالي نحصل على حكومة قادرة على إعادة الثقة للمجتمع العراقي. إذن إحنا طرحنا الملف الأول البطالة، وننتقل للملف الثاني اللي هو ملف الصحة. خليني أنوه أنه إحنا هذه الملفات طرحناها في هذا البرنامج وفق لاستبانات رسمية هي أولويات الشارع البغدادي ومختلف المحافظات. بالملف الثاني خليني أسأل أستاذ رشيد بملف الصحة، وأيضا أود أنه جاوبني بدقيقتين توجهكم أو خططكم بهذا الجانب. والله يعني اليوم جانب الصحة جانب مؤلم تماما، لأنه هذا الجانب الوحيد اللي يتعامل مع حياة الناس بالمساس، وبالتالي اليوم يعني الصيحات والشارع والواقع يقول أنا إذا أروح لمؤسسة حكومية ألقى أنه هذه الخدمة ما موجودة، وأتوجه بالخدمة على المؤسسة الخاصة. حقيقة الناس اليوم ما عندها، يعني الفقر ماخذ جانب كلش كبير، بالتالي أنه اليوم هذا الخلل التشخيص يحتاج لتشخيص صحيح، ويحتاج لأنه نضع خطة استراتيجية صحيحة. اليوم بلدنا يحتاج إلى خطة إلى من 15 إلى 20 سنة حتى يكون هذا القطاع ناجح وبثمرة وناتج صحيح للمجتمع العراقي. هدفنا اليوم أنه إحنا تكون المؤسسات الصحية على الرقعة الجغرافية أو على نسب انتشار السكان. هذا الانتشار اليوم غير مؤهل، نلاحظ في مدينة الصدر على سبيل المثال اللي هي 4 ملايين إلى 5 ملايين نسمة توجد بها 3 مستشفيات أو 4 مستشفيات. هذا التوسع ما يخدم المنطقة، بالتالي يصير ثقل على مناطق وعلى مناطق أخرى يخف. نحتاج إلى عملية انتشار مؤسساتي للصحة صحيح حتى يتوازن هذه القضية، وبالتالي حتى المراجع والمواطن الكريم ما يشعر بأنه ماكو خدمة صحية. كذلك أنه نقص بالمستلزمات ونقص بالأجهزة، كذلك نقص بالكوادر الطبية. هواية أمور بهذا الجانب لازم نلتفت لها اليوم ونوفر لها، لكن بشرط أن توضع لها خطة استراتيجية صحيحة وأصحاب اختصاص حتى يكون هذا النشاط صحيح. إذن ده السؤال لأستاذ بشار، معالجتكم لملف الصحة. حقيقة جانب الصحي يعني قد يكون احنا عملنا، يعني اعمل في وزارة الصحة يمكن عندي اطلاع، وعمل في مكتب مفتش عام لفترة طويلة، والآن انا اعمل في دائرة التفتيش، لدي اطلاع يمكن واسع بهذا الجانب. اليوم الجانب الصحي اخذ ما اخذ، لا سيما ونحن احنا مقبلين ان شاء الله، يعني نتأمل انه موضوع الضمان الصحي بلشنا به احنا كوزارة الصحة، وهو خطوة كبيرة لحكومة الاستاذ السوداني يعني. ولكن هل انه موضوع الضمان الصحي بمؤسساتنا الصحيه المتهالكه هو كافي؟ اكيد لا، ما هو كافي. نحن بحاجه ماسه جدا الى ان تكون هنالك مؤسسات اوسع، كما ذكر صديقي العزيز انه هل انه بغداد الاعداد المستشفيات اللي موجوده بعد السقوط نضاف لها؟ لا ما نضاف لها، ما لحد الان، بدليل انه حتى المؤسسات اللي انبنت قبل حوالي 10 سنوات متلكة ولحد الآن ما تم إنجازها لهذا اليوم. وشوف اليوم دولة رئيس الوزراء قاعد يتابع ميدانيا موضوع المؤسسات المتلكة وبشكل كبير جدا. إذن أولا قياسا للرقعة الجغرافية نحن بحاجة لعدة مستشفيات تغطي في كل الدول، ولو لا نقول الدول المتقدمة ولكن نقول الدول الجارة لنا. هناك مراكز للطوارئ، وأنا أذكرها في عدة لقاءات في قنوات، هل أنه قادرين على أن تكون لدينا عدة مراكز تحيط بغداد لمراكز طوارئ؟ أنت اليوم الحالات المستقرة ممكن في أي وقت يذهب إلى أي مستشفى أو يذهب إلى أي عيادة تمريضية أو طبيب خاص، ولكن عندما تكون عندك حالة طارئة في جوف الليل مثلا ساعة متأخرة من الليل وأنت في مناطق نائية في أطراف بغداد، هل تستطيع الوصول بالشكل الصحيح للمستشفى؟ هو هذه المشكلة. لذلك نحن بحاجة إلى أن تكون هناك مراكز، وهذه من ضمن خطة عملي إن وفقنا الله سبحانه وتعالى، أن تكون هناك مراكز طوارئ متعددة على أطراف بغداد، يعني مناطق المعامل لحد الآن اليوم اللي يتخربط أو يصير عنده نزف أو يصير عنده مشكلة وين يذهب؟ يجي على مستشفى الصدر، وهي مسافة طويلة جدا، وتجد كثير من الوفيات اللي تحدث بهذا. إذن انتفى الوقت أستاذ بشار، الانتقال لست كريمة، شنو اللي راح تقدموه بملف الصحة؟ والله هو ملف صحيح مأساوي، خاصة المواطن هسه دا يعاني من سوء الخدمات في بعض المستشفيات، احنا ما نقول كلها، بعضها، يعني العلاج كلش غالي، خاصة يعني ما يتوفر بالمستشفى، لازم ياخذه من برا. على هذا الأساس اكو هواي عوائل اللي ما تقدر، يعني العلاج يكلفها اكثر من طاقتها، ما تقدر يعني توفره. احنا نلتمس من المختصين بهذا المجال
انه مثل ما تفضل الاخ الاستاذ انه يوفرون فرق ولو تكون يعني مراكز متنقله. كانت اكو هناك بعض المراكز المتنقله حتى في بعض المناطق، بس مع الاسف يعني الفتره هاي السنوات اللي مضت انشالت يعني من بعض المناطق، فقاموا يضطرون يروحون الى المستشفى القريب عليهم. وايضا اكو حالات يعني تصير بالليل، صحيح حالات طارئه، هاي ما يتمكن يعني حتى المستشفى ما موجود بها العلاج الكافي، حتى الاكسجين ما موجود. يعني احنا عندنا عده حالات احنا اسعفناهم عن طريقنا، احنا وفرنا لهم الاكسجين ما موجود بالمستشفيات. فهذا يعني مأساة حقيقيه. نتمنى ان شاء الله من المختصين بهذا المجال ان يراعون المواطن بهاي الاساس. اذا سؤالنا الاخير فيما يتعلق بملف او فقره العداد بدقيقتين، سؤالي لأستاذ بشار فيما يتعلق بأزمة الثقة بين الناخب والمواطن، أو عفوا بين المرشح والمواطن، شلون اشتغلتوا عليها بتحالفكم؟ يعني تعبيرك حضرتك سيدتي هو جيد جدا، أنه هي أزمة اليوم احنا نعاني من عتها، ولكن أقولها بصراحة يعني السنين الماضية منذ سقوط النظام لحد هذا الآن هي 23 سنة، هي كفيلة بأنه تخلي المواطن العراقي عنده عزوف، لأنه ما شاف أي شيء. يعني أنا حقيقة أنا وحضرتك يمكن يعني من 23 سنة وجدت دورات كثيرة من المرشحين وهماتي نفس الموضوع ما قدمه، ولكن تبقى اليوم إحنا اليوم محتاجين إلى الأمل، لابد وأن يكون هنالك أمل نضع ثقتنا بشخصيات. اليوم المسؤولية كما تفضلت سيدتي الفاضلة، اليوم المسؤولية تقع في عاتق المواطن العراقي، عليه أولا أن يكون دقيق باختيار من يرشح. يعني احنا المحسوبيه اخذت ما اخذ من عندنا، اليوم الشيخ الفلاني والسيد الفلاني وكذا وكذا، هذه اخذت ما اخذ، وبالتالي احنا كل ما يحدث اليوم هو نتيجه سوء الاختيار. مو ما اعتقد اليوم وجدت الشخصيات سلطت بشكل عشوائي على لا، هي الصناديق الاختراع هي اللي اختارتها. اذا اليوم المواطن العراقي، او انا اقوله بملء فمي، اليوم المواطن العراقي يتحمل مسؤوليه كبيره امام الله سبحانه وتعالى وامام التاريخ، بانه هو المسؤول عن اختيار الشخصيات، علي أن يدقق باختيار الشخصيات، أن تكون شخصية كفوءة، أن شخصية تكون نزيهة، أن تكون شخصية شجاعة. اليوم ينطلق من هذا المنطلق. إذن نحن نقول هي أزمة ونحن نعلم أنها أزمة، ولكن هل نقول أنه لا توجد شخصيات نزيهة؟ أكيد لا، هناك شخصيات نزيهة في هذا البلد وهناك شخصيات كفوءة، ولكن سوء الاختيار هو أنا يعني مو أنه أنا أضع لومي على المواطن، ولكن أنا من هذا المنبر ومن خلال قناتكم الكريمة وحضرتك طيبة، فأنا أقول علينا أن نختار شخصيات كفوءة نظيفة قادرة على أن تغير ما عليه البلد، لأنه الوضع في البلد ما يتحمل الأكثر مجاملة وأكثر سوءا بالاختيار. إذن سؤال إليك أستاذ رشيد فيما يتعلق بأزمة الثقة بين المواطن والمرشح. والله اليوم هذه أزمة الثقة ما يتحملها لا بس المواطن ولا بس السياسي. لكن أمنيتي اليوم أنه أولا للمرشح أن يكون صادق مع نفسه قبل أن يكون صادق مع جمهوره، ويبتعد عن الدعايات اللي ما تمد بصلة إلى تقديم شيء ملموس وواقع وحقيقي، بعيدا عن أنه بس مجرد يستلم المنصب ويدير وجهه ويروح. لا، أما أنه يكون قادر على تقديم خدمة حقيقية وإعادة الثقة للناس اللي فقدوا الثقة بسبب السياسيين السابقين، وكذلك الجمهور اليوم المواطن هم يتحمل جزء كلش كبير بأنه ما ينجرف خلف ما يقدمه المرشح خلال فترة الترشيح اللي هي خلال شهر أو شهرين، واليوم يكون هنا المواطن مدلل شي تريد أخذ، لا ينجرف مع هذه الدعايات والإعلانات، وبالتالي عليه أن يختار الناس الكفوءة حتى على أقل تقدير يتغير الواقع اللي هو عاشه. وبالتالي اليوم الصيحات إحنا ما قدموا لنا شيء، صح أنا يجي المرشح اليوم مقدم لك شيء بس بهذه الشهرين وتجي أنت تنتخبه، بالتالي هو يدير وجهه ويروح. يعني واحدة من الفكاهيات انه انا سألت واحد سياسي قلت له ليش ما قدمت الفلان، يقول لي انا اصلا دعايتي قدمتها لي قدام انطيتها المبالغ، ما دعايتي مقدمة انا صرفتها لي قدام، فبعد ما اتحمل انه انا اجي بعد مرة ثانية واقدم شيء. فللأمانة انه احنا اليوم احنا كمواطنين بعدنا ما صرنا سياسيين لحد هذه اللحظة، لكن علينا مسؤولية وعلى المواطن نفسه مسؤولية، علينا مسؤولية انه احنا نكون قد المسؤولية وشجعان فيما نقدمه للمواطن وما نقدمه ببرامجنا يكون حقيقي، مو يكون دافع حتى أحصل على مكاسب، وكذلك المواطن أن يكون ينتخب ويختار الأصح ويختار الناس اللي باكر عقبة تتعاتب حتى تبني وطننا.
إذن سؤال سيد كريمة، شنو اللي يحفز المواطن اليوم للانتخاب أو الذهاب لصناديق الاقتراع؟ والله هو المواطن ترى أبسط منه ماكو، هو محتاج فقط الخدمة. هاي الخدمة هي يعني هي أساساً من ضمن حقوقه الأساسية، لكن هو ذا يفتقرها بسبب السياسيين اللي رشحوا وقدموا وعود كاذبة مع الأسف، فهم اللي خلوا ثقة المواطن تهتز بكل المرشحين حالياً. لهذا السبب إحنا بنرجع الثقة من باب الخدمة. يعني المواطن يقول إحنا ما نريد كل شيء منكم، إحنا نريد خدمة بسيطة، يا أما مجاري، يا أما شارع، يا أما في بعض المؤسسات، يعني هاي الرعاية الاجتماعية أبسط شيء. زين يعني حتى طلباتهم بسيطة. هو لو ينظر المرشح اللي ترشحه وقبله وصعده للبرلمان وفضل هاي الأصوات، لو ينظرون للمواطن ترى طلباتهم كلش بسيطة وسهلة وحتى ما تكلفهم. يعني هي ربما هي حقوق أكثر من ما هي مطالب. في ندوة البارحة وقبل بيومين أنا مع نساء وأيضا ندوة رجالية، قالوا إحنا ما نحتاج كل شيء عمي، يعني بهالمنطلقة حكوها، إحنا نبصم لكم بالعشرة ونكون وياكم وإحنا نكون سند لكم، لكن فقط نريد الخدمة ونريد المصداقية من المرشح لا أكثر ولا أقل. يعني حتى ذي يترجون حسيتهم بهذا الشيء. لكن أنا من باب أنه متواصلة وياهم عن طريق المؤسسة من قبل سنوات وأعرفهم ومقدمة خدمات اللي يعني الله وفقنا بها، قلت لهم إن شاء الله إذا كانت عندي صلاحية بتوفيق من رب العالمين وأصواتكم أنتم بجهودكم وياي أكيد راح بعد أنطيكم الأكثر وأقدر أسوي من حكم المكان اللي أنا أصير به. إن شاء الله نسأل الله التوفيق في خدمة هذا البلد. إذن خليني أخلصكم من فقرة العداد ونذهب إلى فقرة صورة وتعليق، وأريد أسمع تعليقكم أو فهمكم لهذه الصورة. ما أعرف إذا يصدر منكم تعليق أو لا، لكن هذه تتعلق بملف القطاع الخاص. سؤال لك أستاذ رشيد، شنو اللي عديته فيما يتعلق بالقطاع الخاص، واليوم أغلب المرشحين والسياسيين يشددون على ضرورة تفعيل هذا القطاع؟ نحن في تجمع اقتدار الوطن عندنا برنامج خاص بالقطاع الخاص وإعادة تفعيله، كونه ضرورة خاصة بأنه يوفر فرص لعمل للشباب العاطل وكذلك للنمو الاقتصادي. إذا أردنا نحقق نمو اقتصادي على بلدنا فبالقطاع الخاص والقطاع المختلط إلى أهمية كلش كبيرة بإعادة الاقتصاد إلى مكانه الطبيعي بين بلدان العالم. كذلك أنه اليوم عدم تفعيل هذا القطاع، أنا أشوف هاي يعني نظرة خاصة وعامة، أنه قضية سياسية بعدم تفعيل هذا القطاع، وبالتالي الصراعات السياسية وجدت اليوم بالضد تجاه قيام هذا القطاع. لكن إن شاء الله إذا منحنا الشارع العراقي اليوم فرصة، نحن في تجمع اقتدار الوطن ستكون لنا وقفة جادة، سيكون لنا مشروعنا الخاص بإعادة بناء القطاع الخاص، كون أنه فرصة حقيقية، فرصة ثمينة لإعادة الفرص للشباب وكذلك تجاوز نسب البطالة اللي اليوم دا تبدأ بالنهوض أكبر فأكبر بسبب توسع المنشآت وكذلك توسع الشارع اليوم العراقي اللي عندنا الولادات أكثر من حجمها الطبيعي. لكن إحنا أمام وقفة جادة لإعادة الثقة للقطاع الخاص. حقيقة هو موضوع القطاع الخاص هو موضوع مهم جدا، تجد كثير من البلدان وخاصة البلدان المتطورة أصبح لديها تلام مع القطاع الخاص في كل شيء، يعني في عامل كل جوانب الاقتصادية وجوانب. لذلك نحن بحاجة لنكون لدينا شراكة، ولكن هذه الشراكة لا يكون هنالك اتكال كامل على القطاع الخاص، لكن شراكة فيما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. القطاع الخاص اليوم والتوجه الجديد هو يعني حقيقة يخدم البلد بأن يشغل الأيدي العاملة. اليوم الأيدي العاملة كثير من البطالة موجودة، عندما تكون هناك شراكة حقيقية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام أكيد راح يكون هناك مأخذ كبير جدا في تشغيل اليد العاملة. إذن سؤال لكم أيضا سيد كريم، هو يعني أسئلتنا موحدة للضيوف فيما يتعلق بالقطاع الخاص، ما هي معالجاتكم؟ هو طبعا ملف كلش مهم، لأن إذا تفعل هذا الملف القطاع الخاص راح يكون له تأثير كلش قوي على الشباب، على اليد العاملة، راح تكون تغييرات أيضا تطرأ من خلاله على مستوى المعيشي اللي يتمكن من عند المواطن. بالنسبة للموظف هو يعني مرتب أموره إنه شهريته وكذا
ومثل ما يقول مشي أموره. لكن القطاع الخاص عندما يكون عنده إلمام على الشباب العاطلين عن العمل، هاي الفئة الشبابية مثل ما تفضل الأستاذ أيضا، حتى يأخذهم من منحدر، إحنا نخاف عليهم من هذا المنحدر، وهو منحدر يعني كلش مؤذي، اللي هو المشاكل، العفو، شغلة المخدرات اللي صارت بكثرة في الشارع طبعا، يعني سهراتهم الليلية في المقاهي في الكوفيهات، بصراحة هاي احنا نعاني منها يعني جدا هواية. فهو اذا كان يد عاملة بالقطاع الخاص تلتزم هاي الفئة الشبابية، بعد ما عنده اي وقت لهاي الامور الاخرى. فاحنا نسأل الله انه يوفقهم، خاصة اللي مختصين في هذا المجال، حتى يوفرون الفرص العمل للشباب ويكون ملتزمين بهذا الأمر. إذن عندنا صورة ثانية أود أنه زميل المخرج يعرض لنا، وأسوأ تعليقكم عنها. تعليقكم على هذه الصورة؟ هاي إحدى المعاناة اللي أنا أعاني منها، العشوائيات، التجاوزات. يمكن الموضوع شوية أيضا يهم ملف الشباب، وإحنا خصصنا هذه الصورة لملف الشباب. وسؤال إليك أستاذ بشار، شو اللي خصصته لملف الشباب؟ يعني ما أعرف شو أقول لك، هذا أعتبره مسؤولية كبيرة، يعني ستي أديتيني في هذا المقطع، يعني هذه تقع مسؤولية الحكومات المتعاقبة التي ما أنصفت الشباب، يعني صدقين أنا في لوعة من الموضوع أنه شباب بهذا الشكل، شاب يمكن هذا يمكن ترك مدرسة أو ترك أعز ما يملك، مو هو مستقبل في سبيل أن يعمل، قد يكون ما عنده أحد. فخلينا نتحد، خلينا نكون عندنا ضمير حي، خلينا نكون إحنا أصحاب مسؤولية حقيقية أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن الناس الشرفاء أن يخدمون هذا البلد، ما عدا غير هالكلمة. إذن أستاذ رشيد، ملف الشباب على عاتقكم أيضا، وما أعرف إذا أنكم ملف خاص فيما يتعلق بملف الشباب. حقيقة احنا في تجمع اقتدار وطن طالقين حملة انه اعادة الثقة الى شبابنا، لكن هذه الصورة مو تقفد الشباب اللي يكون عاطل على العمل، واللي بل بالعكس انه شباب هيك يعملون مع وجود شهادات اكاديمية بل شهادات عليا. اليوم على عاتق هواية من الناس وهواية من السياسيين وهواية من اصحاب الرأي العام يوجهون الشباب بتوجهات خاطئة تماما للأسف الشديد. احنا اليوم علينا انه تقع المسؤوليه اللي تقع على المسؤول اليوم انه يوجه بطريق صحيح، انه يوفر فرص عمل استثماريه. الكثير من الشركات اليوم اللي عندنا والكثير من النفوذ السياسي يبتعد عن العماله الوطنيه وبالتالي يجيب عماله اجنبيه. حتى بهذا ماكو انصاف. انا اليوم كعراقي لما يكون عندي في مجال عمل اوفر فرصه للشاب العراقي ابتعد عن العماله الاجنبيه، وبالتالي احقق فرصه للشاب العراقي، اوفر له فرصه حتى للدراسه، وبالتالي تقع علينا مسؤولية أخرى أنه اليوم المؤسسات سواء كانت في القطاع العام وفي القطاع الخاص في القطاع المختلط أنشئ من جديد وأوجد خطط إلها، بالتالي حتى يكون أكثر كسب لشبابنا اليوم العاطل عن العمل. وبالتالي أنا ما أقول الشباب عن العاطل، لكن الشباب يبحث عن فرص عمل، وتقع المسؤولية علينا أنه إحنا نجد هذه الفرص إلى بالتالي. إذا أستاذ كريمة، ذكرتي قبل شوية تعليق على الصورة بما يتعلق بملف العشوائيات وما إلى ذلك، واحدة من دلالات هذه الصورة هي ملف الشباب. نعم. فما هي خططكم لهذا الملف الضروري؟ طبعا احنا اكثر توجهاتنا على هاي المناطق وهاي الشباب، الفئة من الشباب اللي هم في داخل التجاوزات العشوائيات، لان لا شغل ولا عمل مثل ما يقولون. احنا قاعدين لا شغل ولا عمل، ودائما ينتقدون الحكومة، ينتقدون السياسيين، حتى شايلين بقلبهم صراحة. يعني أنا من أحكي وياهم حتى اللي لا. يعمل شايل بقلبه، حتى الحكومة. اللي يعمل، لأن هو ده يعمل عمالة، يطلع من الساعة 5 الفجر ما يجي للأربعة العصر، يقول يا دوب أطلع 25 أو 30 ويجي هلكان. وبالمناسبة أكو هواي عمالة أنا سويت وياهم لقاء أيضا، ماجستير يعني شهادات عليا عندهم، يعني حتى يقوم يبكي في بعض الحكي من نحكي وياهم، يقوم يبكي يقول يعني أنا تعبان على نفسي ودرست وهاي الشهادات اللي عندي، ليش انا بعدين اشتغل عماله؟ لو فاتح شمبر، لو شمبر مخضر او شمبر غير شيء، بصراحه يعني هاي اكثر من 10 15 حاله صارت عندي. فمن سوينا زياره لبعض المجمعات السكنيه اللي هي العشوائيه والتجاوزات، يعني حالات يرثى لها. طبعا اليوم انا كنت
ايضا طلعت مع القناة وشافوا الوضع في تجمع ايضا سكني عشوائي اللي يعانون ما يعانون، وكان عندنا تقريبا 20 شاب موجودين والتقوا بهم، قالوا لهم احنا لا شغل ولا عمل وعوائلنا يعني تتغدى ما تتعشى بهالاسلوب هذا. فيعني يمكن هذا صمت لوحدة هو تعبير، لكن أيوة خلينا نتجه يعني للفقرة الأخيرة والدقيقة الأخيرة اللي تمنح لجنابكم كل واحد على حدة، وتوجهون رسائلكم لجمهوركم. أستاذ رشيد، البداية لك والكاميرا أمامك. اليوم يعني أنا رسالتي أنه أنا ما أجيت من مناطق ثري ولا من عائلة ثرية نهائياً قط، واجهت الصعوبات وتحديت الصعوبات حتى وصلت إلى محل النجاح، وبالتالي كملت دراستي وتعينت، وبالتالي اليوم أنا ما جيت للوضع السياسي إلا بعد أن عجزت عن تصحيح المسارات الخاطئة اللي شفتها. كنت ناشط مدني وكنت متظاهر للدفاع عن ناسي وأهلي وأصدقائي، وهذا معروف على شاشات التلفاز وعلى في مناطقي ومع أصدقائي وأهلي. فرسالتي اليوم لشبابنا لأخواتنا لأصدقائنا أنه الاختيار الصحيح للناس اللي راح تمثلكم، لأنه بلدنا ما ينبني إلا بيكم وبينا. إذن لك الدقيقة أستاذ بشار ورسالتك أمام الكاميرا. حقيقة هي مسؤولية، يعني مسؤولية مشتركة، يعني اليوم احنا علينا أن نشترك جميعا في إنقاذ مجتمعنا. اليوم احنا ندعو جميع المنظمات الإنسانية أن تتجه تثقيف الواقع الاجتماعي وخاصة الواقع الشبابي. يعني هاي اللقطة يعني هاي مؤلمة، أنه أنت تحس أنه هذا الشاب أنه ينظر إلى الضياع. يعني خلينا نزرع أمل في قلوب شبابنا، خلي يكون عندهم بصيص أمل أنه إحنا اليوم أكو مرحلة جديدة من شخصيات أكاديمية نزيهة شجاعة قادرة على أن تغير حال واقعهم المرير اللي يعيشوا بصراحة. إذن الدقيقة الأخيرة تمنح للست كريمة والكاميرا أمامكم ورسائلكم لجمهوركم. والله أنا أقول لهم من هذا المكان إن شاء الله الأغلبية يسمعون يعرفون أم سجاد، هم يعرفون باسم أم سجاد طبعا باعتباري مسؤولة مؤسسة، فأتمنى أنه يعينونا على التغيير حتى إن إحنا أيضا بدورنا نقدر نغير واقع الحال اللي هم عايشين حاليا، ولو بشيء بسيط يعني، لأن هم الأمل وهم المستقبل وهم نبض الحياة يعتبرون. فإحنا نسأل الله أنه ينظرون نفسهم بعدين ينظرون لنا، وإذا إحنا نستحق النظرة هاي فأكيد هي بعد يوم هم اللي يقيمون، لكن إحنا نطلب من جمهورنا ومن المواطن إنه يغير هذا المسار، خاصة في انتخابات مجالس المحافظات اللي هي الخدمية حصرا. من هذا الباب إحنا ننطلق بالخدمات إن شاء الله، وكل إنسان شريف عراقي يحس بمعاناة الناس، ينظر للناس بنظرة العطف بنظرة الإنسانية، نسأل الله أن يوفق بهذا المجال. إذن كل التوفيق لضيوفي، وشكرا لتواجدكم معنا بهذه الحلقة، وشكرا لكم مشاهدينا، إلى لقاء آخر.